فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد بعد أذان صلاة الصبح، فهل أقوم بصلاة ركعتين تحية للمسجد ثم أقوم بصلاة ركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر تكفي عن تحية المسجد، صل راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.